تونس وفرص وصول الترجي التونسي لكأس العالم للأندية 2025. الترجي حيلاعب فريق سان داونز في الدور قبل النهائي. في حالة فوز الترجي ووصوله للمباراة النهائية حنشوف مين اللي حيوصل معاه من الناحية التانية. الأهلي حيلاعب مازيمبي، ونتمنى طبعا ان الأهلي يفوز على مازيمبي. هتقول لي انت أهلاوي، هقول لك لا، بس الأهلي لو فاز على مازيمبي هيدي فرصة اكتر للترجي انه يوصل لكأس العالم. في حالة فوز الأهلي على مازيمبي مش هيفرق الترجي يكسب سان داونز او لا. في حالة عدم فوز الأهلي على مازيمبي لازم الترجي يفوز على سان داونز ويصعد للنهائي ويفوز على مازيمبي. طبعا بنتمنى بكل التوفيق للترجي بغض النظر عن الترشيحات انه يفوز على سان داونز ويصعد للمباراة النهائية امام الاهلي عشان يكون نهائي عربي خالص في المقام الاول، ويكون الترجي ضمن الوصول لكأس العالم للأندية. كل التوفيق للترجي وكل التحية لجمهور تونس.